هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفال الخيرية. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأرحب بك أيها المشاهد الكريم سواء كنت من إخواننا أو من أخواتنا فمرحبا بك في لقاء جديد نتعرض فيه لذكر سنة كونية قدرها الله عز وجل في الكون تتعلق باستجابة الدعاء إن الله عز وجل كريم وهو سبحانه معطاء لا حد لعطائه ومن فضله ورحمته ومنته على العباد أنه يستجيب دعاء لدعواتهم مهما كانت أعمالهم فان الله جل وعلا قد دعا الناس اجمعين الى ان يدعوه من اجل ان يستجيب لدعواتهم. قال الله تعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انك عندما تدعو الله عز وجل فان الله يستجيب لك وبالتالي عليك بان تجعل دعاءك لله وحده والا تصرفه لاحد سواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله اي اذا طلبت العون فاطلبه من رب العزه والجلال. هذه الايه واذا سالك عبادي عني جعل الله عز وجل الجواب فيها من عنده سبحانه مباشرة بينما في الآيات الأخرى جعل الجواب من طريق نبيه صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس بينما في هذه الآية قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وانظر الى هذا القرب من عند رب العزه والجلال فهو يسمع دعوات العباد وهو يستجيب لهذه الدعوات السنه الكونيه وارده في قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ربكم اي ذلك الاله الخالق الذي تولى شؤونكم فهو يرزقكم ويمدكم بانواع القوى وينعم عليكم بانواع النعم سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني اي اطلبوا مني حوائجكم استجب لكم ان العبد المؤمن عندما يدعو الله عز وجل فان الله يجيب دعوته خصوصا في حال الاضطرار اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. ان العبد المؤمن قد يقدر الله عز وجل عليه ان يدعو فلا يستجيب الله لدعائه لمصلحه العبد. وذلك انه في مرات نظن ان الخير والمصلحه في شيء لكن الله عز وجل بعلمه خفايا الامور يعلم ان ذلك الامر في غير مصلحتنا فلا يستجيب لنا فيكون هذا من اسباب صرف الله عز وجل السوء والشر عنا فانك متى دعوت الله فانك حينئذ اما ان يستجاب لك في دعوتك بعين ما طلبته واما ان يصرف عنك من السوء بمثل ما دعوت به واما ان يقدر الله عز وجل لك خيرا اخر لم تكن تامل فيه أو تفكر فيه أو يدخره الله عز وجل لك. إنك عندما تمنع من إجابة الدعاء في جزء قد يكون هذا لمصلحتك من أجل أن يستمر دعاؤك لربك سبحانه وتعالى فتستمر في طاعته وتستمر في أنواع العبادات التي تتصل فيها بربك سبحانه وتعالى فتخضع لله. وتدعوه سبحانه وتعالى في مرات قد يجتنب العبد آداب الدعاء فيكون هذا من اسباب عدم اجابه دعوته اما ان يدعو بقلب الله غافل واما ان لا يكون مؤمنا بصدق وعد الله عز وجل بكونه يجيب دعاء الداعين واما ان يكون الانسان غير خاضع لله عز وجل غير موقن بقدره رب العزه والجلال على تحقيق الدعاء واما ان يكون العبد قد تعلق قلبه باحد من المخلوقين فكان خوفه من المخلوق اعظم من خوفه من الخالق سبحانه وتعالى او كان رجاؤه لاحد يماثله من البشر أعظم وأكبر من رجائه لله سبحانه وتعالى فيكون هذا من أسباب عدم إجابته دعائه وهكذا قد يعتدي الإنسان في الدعاء فيطلب ما ليس له أن يطلبه فيكون هذا من أسباب عدم إجابته للدعاء إذا دعوت الله فادع الله بقلب موقن ادع الله عز وجل بنفس مخبتة خاضعة لله سبحانه وتعالى. ادع الله وأنت موقن بالإجابة إياك وتلك المكاسب الخبيثة المال الحرام فإنها من أسباب موانع إجابة الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يمد يديه الى السماء يقول يا ربي يا ربي لكن مطعمه حرام ومشربه حرام فكل غذائه من الحرام فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب لذلك فيا أيها المؤمن أطب مطعمك من أجل أن تكون مجاب الدعوة لتدعو الله عز وجل من أجل الحصول على أجر الآخرة ان الله عز وجل يعطيك الاجر الاخروي متى دعوته فلتكن مقاصدك ونيتك ان تحصل على الاجر الاخروي حتى ولو دعوت بامور الدنيا فتكون امور الدنيا تابعه يحققها الله لك ويستجيب دعاءك وتكون كذلك ممن حصل الاجر والثواب الاخروي في دعواتك ان العبد عندما يدعو في اوقات الاجابه في الثلث الاخير من الليل عندما يكون ساجدا يكون حينئذ من اسباب اجابه دعائه ادعوني ربكم يدعوكم فيقول لكم ادعوني استجب لكم فلا تتوقف في الاستجابه لهذه الدعوه بارك الله فيك ووفقت لدعاء ربك سبحانه وتعالى هذا والله اعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفال الخيرية